سلام لافامي، يوم جديد مع فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فيديو المشتريات والكولية اللي صفت لبنتي. كما سبق وذكرت هادو كانوا مقتطفات من الفيديو اللي قبل، دات معاه غير الحويجات اللي كانوا ولا بد منهم لاننا كنا مقيدين بالبوا اللي عندها. الفرق كان صعيب ولكن ما عندنا ما نقولوا، هذه هي سنة الحياة. الوقيته اللي وصلت فيها بخير وعلى خير وطمأنينا عليها واستقرت، حاولنا اننا ناخذوا لها الحويجات اللي كانوا خاصينها ونصيفطهم لها مع واحد ترونسبورتور اللي غادي يوصل لها كل شيء حتى لعندها. ودابا غنخليكم مع المشتريات وما تنسونيش من لي لايك ديالكم. دابا غندوز نشارك معكم كاع المشتريات اللي خديت لبنتي. الله يسهل عليها والله ينور لها طريقها ليها ولوليدات المسلمين اجمعين. كما كتعرفوا ان كل شيء كاين تما، ولكن الله يسمح لنا من الوالدين وصافي، خاطرنا ما هناتناش وحاولنا نشريو لها الحويجات اللي خاصينها، وخاصه الحويجات اللي كيكونوا هنا في المغرب رغم ان تما راه كاين كلشي. خديت لها هذا الكوكوط كما كتشوفوا ديال 3 يطرو، المهم الاستعمال ديال شخص واحد واليومي. وخديت لها البريريد، بنتي من عشاق اتاي، خديت لها هذا البراد اللي زوين صراحه عجبني، منظم وزوين الشكل ديالو. خديت لها كذلك هاد المقيله الا بغات دير البغرير، رغم كما قلت لكم راه كاين كلشي تما ولكن حنا ما كرهناش كلشي نصيفطو ليهم من هنايا. خديت لها هاد المقله ديال مسمن حتى هي اللي عرفتوها ديال وجده باش دير شي مسمنات، ولا بدا المسمنات ديال المغرب دابا بدا يكونوا حاضرين. وخديت لها هاد اللانش بوكس اللي الصراحه عجبني وبراتيك وزوين، انا غادي نوريه لكم هو الديكور ديالو. كيجي على هذا الشكل وكيتحل بهذه الطريقه هذه من هنايا. فيه هاد لي بواط صراحه زوين وحتى الكاليتي ديالو زوينه، فيه هاد لي بواط وفيه كذلك حتى هاد البواطه. خديت لها هادو ديال الطين اللي كيدار فيهم الباستيشيو مايا. خديت لها هاد الباتور اللي غادي نصيفطو لها حتى هو. خديت لها هاد الميك كيعجبوها هاد الشكل. خديت لها هادي باش الا غسلات المعنة تحطهم فوق منها كيسقطرو. خديت لها هادي حتى هي، هاد المعلقات ديال العود اللي ضروري باش تحرك فيهم في المقيلة ديالها. وخديت لها هاد الصينية ديال إينوكس اللي زوينة عجبتني الشكل ديالها باش تحط البريريد. خديت لها هادي اللي تحطها فوق لاطابل. خديت لها هادي العلاقات ديال الحوايج باش ديرها تعلق فيها الحويجات ديالها. خديت كذلك هادي رغم ان كلشي كاين تما ولكن الله يسمح لينا. خديت هاد المقيله حتى هي انا بغات دير فيها البيض ديالها. خديت هادي كذلك، خديت هادي اللي تحط عليها الطاجين، خديت هادي ديال الزيت، خديت هادي حتى هي اللي تحط عليها الطاجين فوق البوطه. خديت لها هادي ديال القهوه ولا البيض، المهم هادي كنستعملوها حنا للقهوه خاصه مع الحجيرات ديالها. خديت لها هاد الخويطات حتى هما، خديت لها هاد لي سيرفييت، خديت لها هادو اللي بغات تستعملهم دير فيهم شي حاجه ولا بغات تخزن فيهم شي حاجه. خديت لها هاد المغرفه وخديت لها كذلك هادي، هادو كنبيعها. هادي حتى هي صفايا، خديت لها هادو حتى هما الا بغات تخزن فيهم شي حاجه. خديت لها كذلك هاد الطراب وخديت لها هادي ما نسيتهاش كما قلت لكم ما كراش نصيفط كلشي. وخديت لها هاد لي سيرفييت حتى همايا ديال لا كويزين اللي تمسح بهم الغبره تما ولا تمسح بهم لا طابل. كانوا هادو هما المشتريات الخاصين بلا كويزين. هذا غندوز معاكم شنو خدينا ليها. وخديت لها كذلك نسيت هادو ديال الاير فراير جوج. وعاده غندوز معاكم الحوايج اللي خدينا ليها بالنسبه للعطريه وداكشي غنشوفو معاكم كامل. هاد القريعه حتى هي خديتها لها بلاستيك باش ندير لها دجاج باش غندير لها فيها اللوز.
يعني كانوا هادو هما المشتريات اللي خاصين بلا كويزين. بالنسبه لهادو خديت له هادو مي جاوني كبار، وليت خديت غير هادو ثلاثه حتى نشوف اين وحدين اللي غادي نصيفط لها. المهم كاينين هاد جوج خديتهم حتى هما، رغم ان كما سبق وذكرت ان راه كلشي كاين تما، ولكن الله يسمح لينا من الوالدين ما كراتش نصيفط ليها كلشي، يعني كلشي اللي خاصه، واخا راه انها ممكن تشري كلشي تما، ولكن كنقول ضروري نصيفط لها الحويجات اللي خاصينها. راك عارفين قلب الام ما كيتهناش، وقلب الوالدين بصفه عامه ما كيت لا الام ولا الاب، اذا راكم عارفين القلب ديالنا ما كيتهناش، فالله يسهل عليهم والله ينور لهم طريقهم. كنتمنى ان شاء الله غير يكونوا بخير ويقراو ويسهل عليهم جميعا وليداتي وليدات المسلمين اجمعين. هنا غندوز معكم الحويجات الاخرين اللي خدينا لها اللي ضروريين منهم، هما العطريه ديال المغرب. عندك هنا سكينجير، لبدة تحميرة، عندك البزار، الكامون، الخرقوم، وخديت لها هنا الثومة. يعني هادو من الضروريات اللي خاص اي واحد كيجي للمغرب كياخذهم، هادو من الحوايج ضرورية. بالنسبة للزيتون داكشي بنتي ما عندهاش مع الزيتون دونك ما خديتوش ليها. خديت لها هنايا هنا كما كتشوفوا خديت لها هاد اللوبيا البيضاء، رغم انها راه خيمة تما. هادي زريت كتان، زبيب، خديت لها الزنجلان، خدينا لها اللويزة كذلك، وهنا الزعتر، هنا السالمية، هنا خدينا الكنور بجميع أنواعه ديال البقري ديال الخرقوم ديال التومة، هيليا حتى هي. خدينا لها هاد الطير الاخضر، هادوك القرعات ديال البلاستيك علاش شريتهم؟ لا على هاد لي برودوي اللي بغات تخزن فيهم شي حاجه. غادي تقول لنا هادشي كلشي كاين، ولكن الله يسمح لنا من الوالدين، حاولنا نتقداو لها كلشي داكشي اللي خاصه. نسكافي رغم ان القهوه كاينه في فرنسا، وهاد الفرماج لافاش كاين رغم حتى هو كاين، ولكن غنصيفطو لها هنا من المغرب. صوص اولا رغم ان لي صوص طوماط عندهم موجودين، عندنا هنا ايزابيل ولا بدا كنصيفطو ليهم. ما تهنيناش وما هنتناش الخاطر، ولكن الحمد لله. عندي هنا اتاي، اتاي ولا بدا حتى هو، هذا ولا بدا منو كنسيفطو ليهم شويه الباروك. هو اللوز لي كناخدو كنديه عند مول الزريعه وكنقليه. هانتوما كيما كتشوفو خليتو حتى يبرد، عاد غادي نديرو في واحد لابوار. شنو باقي ليا هنا؟ اشنو نسيت ما نسيتش ليها؟ هنا خديت لها واحد العويدات ديال القرفه، وخديت لها كلوريكس رغم كلشي كاين تما، غادي تضحكوا عليا شي شويه، ولكن راه المهم خاطرنا ما هناتناش وصافي. خديت ليها حاجه مهمه وهي النعناع اللي مشيت ليه خاصه عند واحد السيد، وكيكون ناشف ما فيش الماء، غادي نحاول نقادو ونلويه مزيان في البابيون ونديرو في شي ساشي ماشي ديال بلاستيك باش يبقى محافظ، واخا ان الوقت طويل باش يوصل هادشي الكوليا، ولكن قلنا غنصيفطو لها الباروك كيما وصلها هو هذاك. المهم تشرب نعناعات ديال المغرب. ايوا هادشي اللي كاين في حقيقه، هادشي ديالنا الصراحه كله زوين والحمد لله، حنا في بلاد الخير، المغرب ديالنا فيها كل شيء موجود. اذا هانتوما شوفوا معايا هادشي كامل اللي تقديت ومازال، وكان عندي يعني شي حاجه اللي دي ليا هادشي فغنتقدى اكثر، وباقي الحويجات ديالها اللي غادي نبارطاجيهم معكم حتى هما اللي غادي نصيفطهم ليها. كانوا هادو هما المشتريات، وغادي نكمل معكم الحوايج اللي باقي غادي نصيفط ليها. هنا هاد لي بوط غنصيفطو لها الجاكيت، ودرت لها داك البوني كيما كتعرفوا كاين البرد، درت لها لي بيجاما ديال البرد لانها دات غير ديال الصيف، ضروري من لي بيجاما ديال البرد. هادو سخان مزيان باش يسخنوها تما. هنا كذلك البيجامات، هاد الكابيشو درت لها جين داك البول ديالها، وهنا ما نسيتش ليها المينطات، درت لها هادي ودرت لها هادي اللي خفيفه شويه، وهنا هادوك لي زور ديالها ديال الناموسيه بالغطا ديالهم
بالمخده ديالهم بليزار ديالهم ونونوز ديالها قالت لي ونسها. كانوا هادو هما الحوايج اللي غادي نصيفط ليها وباقي شي حوايج اخرين واحد السبرديله ديالها والبنطوفه. المهم هادشي كله غادي نجمعو ونبارطاجيه معاكم. جبت هادشي كامل وغادي نجيب دابا خديت واحد الساشي هذوك اللي كيكونوا ديال الشمال يعني واحد البوشيط ديال الشمال غادي نحاول نجمع هادشي كله عاد هادشي اللي غندار في الكرتونه غادي نديرو في كرتونه وكلشي ان شاء الله غادي نبارطاجيه معاكم. غادي ندير فيه الحويجات اما هادشي كامل فانا غادي نديرو فشي كرتونه وما نسيتش هاد الشبيكه اللي باش دير فيها الخبيز ديالها. فاش غنومبالي هادشي راه غادي نشاركو معكم ان شاء الله. هادشي غادي نحاول نزيد هاد لي ساشي هادي خشيت فيها المنقاط ولي زون وكلشي غادي نسدها وغادي نكمل الحوايج الاخرين في هذيك البوشيط الاخرى. لافونتاج ديال هاد لي ساشي نقدر حتى ندير بلاسبيراتور ونحاول ناسبيغي هاد الساشي كلشي هادشي كيتفرس مزيان. دابا غادي نجمع الحويجات الاخرين اللي باقي ليا. هنا كيمشو حاول تبقى الحويجات كاملين في هاد لي ساشي وغنديرهم في لومبالاج ديالهم. الحويجات اللي كانوا عندي كاملين اونباليتهم في هذا الساك. المهم جمع ليا كلشي الحمد لله. بالنسبه لهادشي كامل اللي عندي في الطبله غادي اونبالي في هذه الكرتونه وهانتوما معايا. ضروري غنبدا الحويجات اللي قاصين يعني بحال الكوكوط غادي نحطها هي تحتانيه وغادي نخلي ليا الطاجين وهذا هو اللي خاصني نحافظ عليه مزيان. عندي هنا بحال هاد اللانش بوكس الحاجه اللي ما كتهرش بعدا غادي نحاول نديرها هي التحتانيه بحال هاد المقلة غنحاول نديرها هي لتحت باش نيت تحافظ ليا على هادشي باش ما يتهرش. ديرها هي التحتانية المهم انا غادي نبقى نتري كاع الحوايج اللي خاصهم يكونوا هما اللولين غادي نحطهم ومن بعد غادي نوريكم لومبالاج اللي درت. هنا بعد ما كملت اونباريت كلشي على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا هزينا كلشي وديناه للترونسبورتور اللي غادي يوصل لها كلشي حتى لعندها. كان الوزن ديال هاد الكوليات 32 كيلو يوصلوها ان شاء الله بالصحه والراحه. ودابا ما بقى ليا غير نقول لكم السلام عليكم والى فيديو قادم ان شاء الله.